يا جماعة هذا مصنع متخصص في صناعة هذه الحجارة الصناعية من مادة البيو، هذا أصبح له الحين رغبة كبيرة إقبال عالي. هذه طبعا قديمات الحين أصبحنا اللي هي الفريم، هذه شوفوا هذه اللي هي نفس الديكور الداخلي، هذه بعض النماذج اللي موجودة. شوف الصخور خفيفة، كل اللي عليك إنه بس تلزقها في الجدار وتعطيك خلفية حلوة. في ألوان مختلفة طبعا وأنماط، وفي هذا اللي هي الأبيض، تقدر حتى الواحد يصبغ هذا الشيء. خفيفة خفيفة تشيلها بيدك، وايد حلوة صراحة. للي يريد تفاصيل أكثر يتواصل معي. على سبيل المثال هذه سعرها تقريبا 7.5 دولار، هذه الحبة يا بلاش، يعني كم 7، خلينا نقول 3 ريال، 3 وحاجة، يعني شيء رخيص جدا. هذه الحين خلاص أصبحت في معظم الفنادق يعني الأشياء الصناعية يستخدموها كواجهات داخلية، وايد حلو صراحة.